مناطق التحرير والأوقاف والمنطقة القديمة في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى تحولت إلى برك مياه آسنة بعد طفح المجاري منذ 6 أشهر، حتى أن مياه الشرب التي تكاد تكون معدومة تصلهم بها روائح كريهة. انتقد مواطنون دور الجهات الخدمية التي لم تتدخل لحل مشكلاتهم رغم المراجعات العديدة. هسه نطالب المسؤولين من المحافظة أن يفتحون هاي المجاري مالتنا ونشوفوا احنا هاي بيوت يعني تعاني من مسات، يعني خدمات ما بيها خدمات، لا مجاري لا حتى المي مالهم يطلع بيه ريحه، لان مجاري مال المي ومال المجاري قريبه لها. هاي المجاري من سر المطر والهذا يعني تخلج ويصير فيضان لبيوتنا. ما جاكم احد مسؤولين؟ ابد 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 ما جانا كل احد. يعني الماء شغلته يعني ضعيفه جدا، يعني اغلب البيوت هنا يبقون للثنتين للثلاثه بالليل ينتظرون الماء يجي حتى داي يقدرون ياخذون كفايتهم من الماء. بالاضافه الى المجاري جاي يشوفوه احنا يعني بموسم الصيف تقريبا يعني منتصفه يعني، وجاي يشوفون انتم انه طافح المجاري مثل ما جاي يشوفون قدامكم يعني. مجلس ديالى اقر بتدهور الواقع الخدمي وعزل الاسباب الى توقف اغلب المشاريع من قبل الوزارات والى عدم وجود تخصيصات ماليه، بالاضافه الى توقف مشاريع تنميه الاقاليم البالغ عددها اكثر من 300 مشروع لعدم وجود تمويل منذ عام 2014. يعني نطلب من الوزارات الاتحادية خصوصا بعد صعود أسعار النفط أنه تبدي تخصص الأموال لإعادة يعني إكمال هذه المشاريع. اليوم عندنا مشاريع سكنية يعني أصلا صار بها اندثار بصراحة، يعني حتى مشاريع المجاري إحنا سنويا بعقوبة ممكن يعني تتعرض إلى فيضانات عند هطول الأمطار، وهذه المشاريع متعلقة بالوزارة. الحكومة المحلية طالبت وتطالب دائما بكتب يعني رسمية إلى الوزارات أن تعاود وإكمال هذه المشاريع. وبخصوص تنمية الأقاليم أيضا إحنا طالبنا وزارة المالية وزارة التخطيط دائما أنه تعيد تمويل هذه المشاريع على أساس تكملتها. ويهدد مواطنون في ديالى بالخروج في تظاهرات تطالب بتحسين الواقع الخدمي وإنصاف المحافظة، على غرار تظاهرات أخرى لا تزال مستمرة في بغداد وباقي محافظات وسط العراق وجنوبه.